ذلك ورد في الحديث الشريف إن أعظم ليلة تمر على الميت أول ليلة في قبره، عندما يقارن بين الليلة السابقة والليلة الحالية، وين كان وين صار. قبل ليلة هو بين أهله منعما مكرما مرتاحا، والآن في وسط التراب، في وحل التراب، لا يستطيع أن يحرك رجله، لا يستطيع أن يتنفس، لا يستطيع أن يتكلم. بمجرد أن يقارن بين الحالتين تضيق الدنيا به. أعظم ليلة تمر عليه، أول ليلة بعد دفنه، فعوذوا موتاكم بالصدقة. الصدقة تفرح الميت، تبهج الميت، تخرجه من الظلمة إلى النور، إلى السرور. ولذلك تجد في هذا الدعاء الشريف عطف، أول ما عطف الصدقة قال: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان. عطف على حاجة الميت إلى السرور الحاجة إلى الصدقة. أعظم سرور أن تتصدق عن هذا الميت المسكين. خصوصا إذا كان أب أو أم، أعظم هدية. كان أبوك يهديك الهدايا يوم العيد، يوم نجاحك من الامتحان، يوم تفوقك، الآن يحتاج إلى هديتك، يحتاج إلى هدية منك. أجمل هدية أن تتصدق عنها.